الغابات كان يعيش فأر ضعيف. كان ذلك الفأر يخاف من الثعلب والذئب، حتى أنه كان يخاف من نفسه. حتى إن هبت الرياح واقتلعت أحد الأغصان، كان ينظر حوله باحثاً عن حفرة يختبئ بها. وبسبب كل ذلك، كانت كل الحيوانات الصغيرة تسخر منه. كم هو خائف؟ أنت تخاف حتى من الرياح. أنت خائف للغاية. أنت خائف للغاية. أنت خائف للغاية. ذات يوم استجمع الفأر ذاته وذهب ليرى ملك الغابة الأسد. كان الأسد قد انتهى لتوه من طعامه، وكان يحصل على قيلولته أمام عرينه. كانوا أصدقاء الفأر يشعرون بالفضول لمعرفة ما كان يخطط له، وبدأ الفأر في تسلق ذيل الأسد، ثم صعد إلى ظهر الأسد ورمى أصدقاءه الحيوانات بنظرة شديدة الثقة. وبالرغم من خوفه الشديد، كان الفأر يحاول إخفاء ذلك بكل ما في وسعه. وفي تلك اللحظة بالضبط استيقظ الأسد، وما إن هز فراءه حتى سقط الفأر من فوق ظهره، وتلاقت أعين الفأر مع الأسد، وشعرت جميع الحيوانات الأخرى بالقلق. يا إلهي، سوف يقوم بابتلاع الفأر. يا له من ثبات، يا لها من شجاعة. ماذا تفعل فوق ظهري؟ ملك الغابة، من فضلك لا تأكلني، أنا أكثرهم خوفا وضعفا، إن حياتي تمر بينما أنا أرتجف رعبا، حتى إذا سقطت إحدى أوراق الشجر أشعر بالخوف. لقد سئمت ذلك، أنا أريد التخلص من ذلك الخوف. أنت ملك الغابة، إن زئيرك ولو لمرة واحدة يخيف جميع الحيوانات منك، هل يمكن أن تعتبرني تحت حمايتك؟ كان الأسد يستمع إلى الفأر في صمت، وكان الفأر يفكر ماذا سيكون رد الأسد عليه. ولماذا يجب علي مساعدتك؟ أعطني سببا واحدا يمنعني من أكلك. أنا أعدك أنني سأرد لك هذا الصنيع، وقد أستطيع مساعدتك يوما ما. ما إن انتهى الفأر مما كان يقوله حتى زأر الأسد بقوة. كيف يمكن لفأر صغير مثلك أن يقدم لي أي مساعدة؟ وما كاد الأسد يرى الفأر الصغير يرتعد أمامه من الخوف حتى قرر ألا يأكله. الحمد لله أني أشعر بالشبع، والآن ابتعد عن نظري. ركض الفأر بعيدا عن المكان. بينما كانوا يشاهدون ما يحدث من بعيد، كانوا أصدقاء الفأر يشعرون بدهشة شديدة. بعد مرور بعض الوقت شعر الأسد بالجوع وبدأ يتجول في الغابة، لكنه لم يلحظ إحدى فخاخ الصيادين المنصوبة، فوقع في الفخ وأصبح معلقا في الهواء بداخل شبكة كبيرة. حاول الفكاك من الشباك ولكنه لم يستطع. لقد كان ملك الغابة، لذا فإنه إن طلب النجدة فستكون تلك إهانة له، وسيسمعه جميع الصيادين وسيأتون لاصطياده بشكل أسرع. لذا وبلا خيار كان عليه أن ينتظر. في تلك الأثناء بدأت الحيوانات الأخرى بالغابة تلاحظ الأسد، ولكن لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه. وبينما كان يمر استطاع الفأر الصغير رؤية الأسد، ومن ثم قرر مساعدته، فذهب مباشرة إلى جواره وبدأ يتسلق ذيل الأسد الطويل. وعندما وصل إلى الشباك بدأ في قضمها، في تلك اللحظة أتى الأرنب راكضا باتجاههم. يا رفيق، هلم أسرع، إن الصيادين قادمون.
بدأت الحيوانات الأخرى المتجمعة تركض في جميع الأنحاء عندما سمعت كلمة صياد، ولكن الفأر ظل يقود بحماس. في النهاية تقطعت الشباك وسقط منها الأسد وتخلص من المصيدة. هيا اقفز على ظهري ولنفر من هنا. قفز الفأر فوق ظهر الأسد ولاذوا بالفرار سويا. وصل الأسد إلى عرينه وقد انقطعت أنفاسه، فانحنى ليقفز الفأر من فوقه. عندما أخبرتني ذلك اليوم أنك قد تستطيع مساعدتي قللت من قيمتك. لقد ظننت وقتها أنك فأر صغير بلا أي فائدة، ولكنك أنقذت حياتي، أنا أشكرك. هذا من دواعي سروري يا مولاي. أنت لست في حاجة للخوف مني مجددا. في الواقع أنت لست مضطرا للخوف من أي شيء، لأنك فأر شجاع للغاية. إذا كنت أنا ملك الغابة فأنت من الآن فصاعدا أمير الشجاع. بدأ الأسد والفأر معا في الضحك. قامت كل الحيوانات التي كانت تشاهد ما يحدث من بعيد في الخروج والتصفيق للفأر الشجاع. وأصبح الأسد والفأر صديقين عزيزين، وعاشت الغابة في سلام أبدي. في أحد الأزمنة وبينما كان الصيف ما يزال في أوجه، كانت الحيوانات التي تعيش في الغابة والطيور والحشرات تسعى للحصول على أقصى استفادة من ذلك الصيف. وبالطبع لم يواجهوا أي مشكلة في الحصول على طعام. كان ذلك يوما عاديا بالنسبة للجرادة الكسول. كان يأكل جذور الأعشاب التي التقطها بينما يعزف الكمان ويغني تحت أحد الأشجار. يا له من يوم جميل، لا 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 لا، سوف ألعب وأغني مع الكمان، ولا أعرف باقي كلمات هذه الأغنية ولكن لا يهم. عندما أنهى أغنيته التي تدمي الآذان، سمع بعض الضوضاء فأرهف لها سمعه حتى يفهم مصدر الضوضاء وصاحبها. قفز سريعا إلى أعلى فارتقى أغصان الشجرة، وهناك رأى من بعيد صف من النمل كانوا يمشون كالجنود. بصعوبة شديدة كان النمل يحمل الحبوب والفاكهة الجافة التي كانت قد سقطت من فوق الأشجار. قفز ذكر الجراد على الأرض، وبينما كان في شدة الحيرة رأى صف النمل يختفي. لا أستطيع أبدا فهم أولئك النمل، إنهم يعملون دائما. في تلك اللحظة لاحظ أن أحد ذكور النمل يتجه نحوه، كان يحاول حمل إحدى الحبوب التي كانت أكبر بكثير من حجمه. وما كاد يمر على ذكر الجراد حتى أسقط ذكر النمل تلك الحبة التي كان يحملها. كان في الواقع يحتاج للراحة. كان ذكر الجراد يرمقه بنظرة غير ذات معنى. هل أنت متجه إلى مكان معين؟ لا. لا تقل لي أن هناك كارثة وشيكة، هل لهذا تهرب بعيدا؟ لا. إذن هل يمكنني أن أسألك ماذا تفعل؟ نحن نحمل الطعام لجحورنا. هكذا إذن لابد وأنك تنتظر بعض الزائرين الليلة. نحن نقوم بتخزين طعام الشتاء. تقومون بتخزين الطعام للشتاء؟ لماذا؟ كذلك لماذا هذا التسرع؟ ما زال الشتاء بعيدا، فلتمرح وتستمتع بالصيف بأقصى ما يمكنك. هكذا إذن، حسنا، ماذا تقترح أن نفعل بشأن الشتاء؟ سوف نجد شيئا مسليا نفعله، لا تقلق. كل ما تفكر به هو المرح، أنا أسألك من أين لنا بالطعام؟ سأفكر بذلك عندما يحل الشتاء، أما الآن فنحن في الصيف وهناك الكثير لنأكله في كل مكان. لم يستطع ذكر النمل سماع المزيد من هراء ذكر الجراد الكسول، وحاول أن يحمل الحبة مجددا فوق ظهره.
لابد أن ألحق بأصدقائي. هل ساعدتني برفع تلك الحبة فوق ظهري؟ إن فنان مثلي لا يجب أن يقوم بحمل أشياء ثقيلة كهذه. ما إن سمع ذكر النمل تلك الإجابة من ذكر الجراد حتى رمقه بنظرة مندهشة واستمر يحاول وضع الحبة فوق ظهره. أعتقد أنني أستطيع تقديم بعض المساعدة. رفع ذكر الجراد الحبة الضخمة عن الأرض ووضعها فوق ظهر ذكر النمل، فشكره الأخير ومضى في طريقه. يا له من مجهود فارغ وبلا قيمة. استمر ذكر الجراد في الاستلقاء تحت الشجرة، وبعد أن أكل شيئا بسيطا استكمل عزف الكمان. أوه يا له من يوم جميل، لا 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 لا، سوف ألعب وأغني مع الكمان ولا أعرف باقي كلمات هذه الأغنية. لا 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 لا. في تلك اللحظة أطرق أحد السناجب برأسه من الشجرة. لا 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 لا. كفى كفى، أرجوك يكفي هذا، اذهب وغني أغنيتك بعيدا، أنا أحاول أن أرتاح هنا. في تلك اللحظة توقف ذكر الجراد عن الغناء ورمق السنجاب بنظرة، ثم التقط الكمان الخاص به ورحل. إنهم لم يتعلموا كيف يقدرون الفنانين في تلك الغابة. وبينما استمرت أيام الصيف، استمر النمل في حمل الطعام إلى جحوره، واستمر ذكر الجراد في الأكل والتجول والتسلي بعزف الكمان والغناء. وأخيراً حل الشتاء البارد. ذات صباح عندما استيقظ النمل، ألقوا نظرة خارج جحورهم، رأوا كل شيء مغطى بالثلج الأبيض، وكان كل ما يفكر فيه ذلك النمل الصغير هو الحيوانات الأخرى التي تعيش في البرد تكاد تتجمد جائعة. على جانب آخر، وبسبب أن كل النباتات كانت مغطاة بالثلج، لم يأكل ذكر الجراد شيئاً على الإطلاق لمدة أيام، وكان يرتعش وقد فقد كل قوته، ولم يقوى على عزف الكمان أو الغناء، وكان يحاول بكل قوته أن يمشي فوق الجليد. ثم فجأة تذكر أيام الصيف الحارة. كم كانت لطيفة تلك الأيام، كل الأماكن كانت مغطاة بالطعام، كانت معدتي ممتلئة وكنت دائماً سعيداً. في تلك اللحظة كان يفكر في ذكر النملة، فقد كان يحمل طعامه إلى الجحر طوال الصيف. لاحقاً أدرك أنه لم يحب تلك الفكرة، وقد كان يسخر منه طوال الصيف، فتساءل هل يقبل أن يساعده الآن؟ والآن أصبح الجو أشد برداً من أن يتجول ذكر الجراد. هذا ليس وقت التكبر، يجب أن أجد جحر النمل وأطلب منهم المساعدة. توجه مباشرة إلى جحر النمل وتوقف أمام الباب وصاح ينادي: هل من أحد هنا؟ أرجوكم ساعدوني. من هناك؟ سمع ذكر الجراد الصوت من داخل الجحر، فأجاب بآخر ما لديه من قوة: صديقي العزيز ذكر النمل، إنه أنا ذكر الجراد، أرجوك أدخلني. في ذلك الوقت وبينما كانت ملكة النمل تسمع كل ما يقال، كانت تقترب من ذكر النمل الصغير. ماذا يحدث هنا؟ من يريد المساعدة؟ عزيزتي الملكة، هذا مجرد ذكر جراد كسول يجلس طوال اليوم في الأنحاء ليغني، أعتقد أنه جائع ويريد المساعدة. لا يجب أن نرفض أي أحد ينتهي به الأمر أمام بيتنا ويطلب المساعدة. اقتربت الملكة وباقي النمل من باب الجحر وفتحوه. كان ذكر الجراد مستلقياً على الجليد لأنه لم يكن لديه أي قوة متبقية. قام النمل فوراً بحمل ذكر الجراد وإدخاله إلى الجحر. استعاد ذكر الجراد وعيه بفضل دفء جحر النمل، وقد أعطوه الطعام والماء. أصبح ذكر الجراد الآن يشعر بتحسن كبير، وقام بشكر ملكة النمل، ثم اقترب من ذكر النمل الصغير. لقد ظلمتك بشدة، فبينما كنت أنت تعمل طوال الصيف كنت أنا أجلس فقط وأغني، وقد قمت بتنبيهي في الواقع إلا أنني لم أسمع كلامك بجدية، أنا نادم على ذلك. يجب أن يكون هذا درسا عظيما لك، نحن أيضا نريد أن نمرح طوال الصيف، ولكن يجب علينا أيضا أن نفكر في المستقبل، فإذا لم نعمل بجد لجمع الطعام خلال فصل الصيف لكنا في نفس موقفك الآن.
ظل ذكر الجراد بداخل جحر النمل لبعض الوقت، وكان يشعر بتحسن صحته بشكل كبير. عندما حان وقت الرحيل، قام النمل بإعطاء ذكر الجراد بعض الطعام. أنا أشكركم على كل شيء، لقد أنقذتم حياتي ولن أنسى ذلك أبداً، ولن أكون كسولاً أبداً بعد اليوم. هل يمكنك أن تسدي خدمة لي؟ بالطبع، أخبرني ماذا تريد؟ عندما يحل الصيف يمكنك أن تأخذ دروساً في عزف الكمان، وقد تجعل كل الحيوانات الأخرى أكثر سعادة.